ابني ما راح اتركك عندهم. يا قلبي انت يا عمري يا ابني، لك الله ينتقم منهم. ابني حبيبي عذبوك الكلاب يا قلبي. لا تخاف انا جنبك. انا جيت لانقذك. يلا شد حيلك طارق، شد حيلك يا عمري. امي شد حيلك حبيبي، خلينا نروح. يلا عمري يلا قوم قوم، يلا يا طارق قوم يلا قوم يا حبيبي قوم يلا. اتحمل يا ابني اتحمل، يلا امشي قوم قوم يلا يلا طارق سند علي قوم. انا بس عندك يلا يلا حبيبي تحمل تحمل شوي يا عمري انسند علي يلا يلا ماشي. مشكلتك معي اتركها، بترجاك مو بهالسهولة هي يا دكتور. هالشي اللي عم تساويه مو غلط؟ أنا متأكد إنه طارق بريء، ما فيني أتركه هون لأني وعدت الخالة سناء. عمر عمر عمر
بدي تاخذ هالدواء للخالة سناء. حاضر اختي. عمر اوعك تتركها لحالها. ايه لا تاكلي هم. لمين هاد؟ للدكتور طارق، هذا الكتاب يقرا فيه بشكل يومي. الله أعلم وين أراضيه وشو عم يساوي هلأ. ما رح يبطل هالعادة يعني، لإمتى رح يضل عم يلحق هالأحلام وهالأفكار؟ هو هيك من أيام الجامعة، وكل يلي عم بصير بطارق هلأ بسبب أفكاره المشوشة وقناعاته المزورة. فهميني شو دخل قناعاته بالشي اللي عم بيصير معه هلأ؟ لأنه ما عم بشوف الصح ودائماً عم بيكون غلطان. صدق الحكومة واقتنع بالدين كمان، ومو بس هيك صار يدافع عن مبادئه اللي كلها غلط بغلط. تعرفي لو إنه صدقنا ومشي معنا بطريقنا الصحيح كان صار هلأ بمركز مهم وعالي. شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه؟ لو سمع الدكتور طارق هالحكي كان فرط من الضحك عليكي، وصدقيني كان شفق عليكي. كان رح يشفق علي؟ أصلاً أنتوا اللي بينشفق عليكم لأنكم أغبياء، حتى الحقيقة ما بتشوفوها. إمتى بدكم تتعلموا هالشي؟ أنا برأيي حتى هو كمان بيستاهل كل شي عم بصير معه. إيمي هدول من هون ما بدي شوفهم. لا ما رح ينقام شي، رح تضل غراض الدكتور طارق بمكانه. عم قلك ما بدي شوفهم، إيميهم من هون. يلا ياسمين. شوفي لتكون ما عم تسمع كلامك. لا بس طلبت منها تشيل اغراضه لطارق من وشي ورح تشيله. ايه وشوفي ها، يلا قيمي ولا شوف. ما رح قيم شي، وكمان ما رح حرك ولا غرض من مكانه، فهمان؟ هيك لكان. ما رح تقيميهم، ما أنا بيقيمون عنك. في زبالة دكتورك. ما كان بدي يصير هيك، ما كان لازم قله آسفة، بعتذر منك. الواطي ما خلى شيء إلا وكسره. لا تزعلي مروان، هاد واحد مجنون وما في حدا بيقدر عليه.
وطي راسك. خليني ساعدك. يسلموا. تفضلي. شو رح نعمل؟ ما بعرف، بس لازم نلاقي طريقة. برافو، ما بقى إلا تخلصوا. نعجبك يا خانم. أصبح يلا خفوا إيدكم شوي لأنه الأكل خلص مشان ما يبرد. والله رح يموت من الجوع. يلا يلا. أي وأنا كمان جوعانة كتير. يلا يا جماعة استعجلوا شبكوا. تعالي ساعديني، حاسة ظهري رح ينكسر. يعطيك العافية. تسلمي. اتركي من ايدك ولا بعدي هيك عم قلك مو ناقصنا الا انتي. يا إما بتوقع يا إما ودع أمك. أمي ما دخلها، اتركها. طارق ابني. إذا قوصت أمي ما رح تصل لهدفك ابدا، صدقني. بجميع الاحوال ما رح اصل، على القليله خليني اجرب اقتل امك بلكي بتوقع. شو قررت دكتور؟ واحد رح عد لثلاثة، اثنين طيب مثل ما بدك. خلص اعطيني الورقة اللي وقع لك عليها. هيك بدي اياك. على شو بدك توقع؟ اتركه يقتلني. لا ترد علي يا ابني، بس توقع رح يقتلنا. يلا وقع. بالأول اترك أمي. ما فيني اتركها أبدا، وقع بالأول وإلا رح أقتلها. يا
يسلموا ايديك دكتور، خدوه. اتركوا ابني، بعدوا عنه، اتركوه يروح، اقتلوني بس لا تلمسوه. اترك امي تروح، مو هيك اتفقنا؟ اتركوا ابني، بترجاكم. بعدوا عنا، اقتلوني الي. لا لا تضربوا، لا لا تضربوا. اتركوا، اتركوا ابني يروح مشان الله. امي 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 مشان الله، بترجاكم بترجاكم. خلصت. شو بك؟ شو مالك شايفة قدامك؟ ليكي شو سويتي بتيابي؟ كالله منك. لا تأخذيني، صدقيني ما كان قصدي، آسفة. شبك؟ ليش طالع صوتك وليه هبلة؟ بس ما تقليلي إنك جاية تشتغلي معنا، ليش بتفهمي بشغل النسوان؟ شو صار لون هذا؟ استغفر الله، حلي عني ولا تخليني أعصبها، وروحي أحسن ما أمسح فيك الأراضي. مين مفكرة حالك وليه؟ انت بدك تخرجي يا بنات، طولوا بالكم يا بنات، طولوا بالكم. ما بصير هيك، خلص بقى انت وياها، كل وحده تروح على شغله بقى. شو بكم كبروا عقلكم؟ يلا لشوف. زلال فوق نظيف، روح امسحي البلور، اصلا مو بقيان غيره. طيب ماشي مثل ما بدك. تعي لشوف لوين رايحه. ما دخلك فهمان؟ خلصي وليه؟ لك شو عم تعمل؟ اهدى، الممرضة خلص دوامة. أنا اللي بعدت على البيت. ما لقينا حدا. معقول يكونوا برات الضيعة؟ الضيعة ضيعتن، الله بيعلم وين متخبيين. أنا بعرف كيف خليهم يطلعوا. رحلة تموجي وفوت، ما عنا غير هذا الحل، لازم لحق فوت قبل زلال. طيب بلكي انتبهولك، شو رح تساوي؟ ما رح ينتبهولي. انت ديري بالك على حالك. وانت كمان. لا كافي. زلال شو عم تساوي هون؟ ما مسحتي البلور؟ بعدين شو هدول الكتب؟ لا ولا شي، بس لقيتهم على الأرض، قلت لحالي نظف هون قبل ما أمسح البلور. وينك؟ معك دخان؟ شو القطع أكل لسانك؟ ورجيني وشك. هربي يلا بسرعة، هربي. يعطيك العافية، شفتي لي شي زلال؟ لا والله ما شفتها، بس كل النسوان مجتمعين بالجامع عم بينطفوه، روحي لهونيك بركي بتلاقيها. يسلم الله يسلمك يا بنتي.
عن جد تعبنا، يسلموا ايديكم. اكيد هلا بنتي حضرت الاكل، خلونا نمشي ان شاء الله بنرتاح وبنخلص من الارهابيين بقى، ويرجع لنا الدكتور طارق بالسلامه كمان. دعوا له الله يكون بعونه. آمين. امين امين. خالي لا تزعلي مني، بس انا ما بروح على مكان موجوده فيه حنان، لهيك بخاطركم. اريح، خلصنا منها. والا ما كنت رحت. خالي اكيد بنتك طابخه مقلوبه، والله مشتهيتها كثير. خلصنا، كبري عقلك بقى، يلا خلونا نمشي. والله رح اموت من الجوع، تعبنا كثير اليوم. والله وانا كمان. شو ناطره ما تمشي؟ انتوا سبقوني، بدي امرق على البيت شوي وبلحقكم. براحتك، ان شاء الله ما يروح تعبنا على الفاضي. وين راحوا؟ شو هاد؟ امشي. لوين بدكم تاخذوني؟ تحرك تحرك لشوف. عود. سويت اللي بدكن اياه. هلا شو بدكن مني؟ اتركوها لامي. انت عندك فكره شو هي الورقه اللي وقعت عليها من 10 إلى 15 سنة؟ بس انا بدي اعرض عليك عرض ظريف كتير. روح من هون، واذا بدك بتقدر تاخذ معك كل شي بدك اياه. انتو هذا اللي بدكن توصلوا له، ما هيك؟ انكن تهجروني لبرا. قلولي ليش هذا هو هدفكن؟ لانه هذا حتما رح يكون لصالح الطرفين، بس اكيد ما حتنجحوا فيه ابدا. ما فيكن تخلوني هاجر لبرا. انا بعرف انه تهجيري لبرا افضل حل لكم، بس انا باقي هون لاخر نفس فيني. يعني انا متمسك بارضي، ببلدي، بكل شي حوالي. اللي عم تعملوه غلط، غلط كبير، بس لعلمك انا ما بخون بلدي. وليكون لعلمكن، نحن جذورنا بهالارض هي، فما تحلم ابدا اطلع من هون الا على جستي. خذوه من هون واتركوه محبوس لحتى يرجع عدنان، وبس يجي عدنان بيعرف شغله معه. وحضروا لي الاكل فورا. امرك سيدي. Thank you.
زلال انت هون؟ زلال؟ زلال؟ يا ممرضة زلال؟ عامل لك افتح الباب زلال؟ إذا انت جوا مشان الله افتح الباب زلال؟ اتركني خرسي اهدي يا ممرضة شبكي ليش خايفة؟ بدياكي تاخديني لعند اخوكي مستحيل يرتاح بالي قبل ما اشوف هالخاين معلق بساحة الضيعة ما بعرف وينه بعد هتعمل لك بعد اتركني معناها كان أبوه واحد من شهداء جنكلة هيقته المرحوم كان معروف كتير وباين إنه قوي كمان وما حدا بيقدر له لقيت الوثيقة اتركني شو بدك مني اتركوني بقى قلت لك ما بعرف شيء اتركني ليه ما عم تفهموني ما بعرف اي شيء ليش هيك حبستوها للبنت قلي شو صاير معكن افتح الباب افتح افتحوا طلعوني من هون ما رح يرتاح بالي لحتى لاقيهم للخواني هلا رايح مشان اعلن الخبر من الجامع إذا سمع أخوها بهالشي رح يطلع وهيك منقبض عليه وعلى نيرمين مع بعض تعو حاضر ما كنت متوقع تكون المنطقة باردة لهالدرجة اي والله رح بوت من بردي يا زلمة تمام هاي فرصتنا يلا لوين؟ بدي جيب أمي لا يمكن ما فيني اتركها إذا رجعت يمكن يمسكوك هلأ مضطرين نتركها بعدين رح نرجع مشان نجيب أمك يلا استند علي انتبه جهز سلاحك استعداد بطيح نار نعم سيدي لك هذا صاحبنا طلع عنيد كتير شو وضعك انت امتى رح ترجع أنا جمعت أهالي الضياعة يلي رح نشكل منهم التنظيم بلشنا بالتدريبات وماشي حالنا حلو
طيب انت شو صار معك مشان النقيب ابن عارف؟ في شي جديد؟ ما بدي القصة طول، طع له كرت والله معه. ماشي سيدي لا تاكل هم، اليوم او بكره بيخلص. برافو برافو، شوف ثبت سلاح هيك على كتفك. ايوه، واللي رح يقطع له الكرت جاهز، ومندعي بعدين انه يلي قتله مضطرب عقليا. تابع، انتبه، تفضل خذ مكاني. هاتي الوثيقة، هاتيها لشوف، هاتيها، هاتيها لشوف. لك أي وثيقة عم تحكي؟ انتي بتعرفي عن شو عم بحكي، هاتيها لشوف. انتباه، ايمن الخير اسمعني. وينك انت؟ اطلع من مكانك فورا. اختك ديالا عنا، دير بالك وفهم علي. اذا ما استسلمت رح تندم وما رح تشوفها بحياتك. سمعت منيح ايمن؟ ما معك وقت كتير. ديالا؟ قليل الشرف. إذا في حدا بيعرف وين أراضي أيمن يلاقيني بالساعة فورا. ما رح أترك أختي معهم. تعي. حضرة النقيب، جبت لك معي سمنة وجبنة، والله تازة، تفضل. الله يرضى عليك يا ابني، ليش معذب حالك؟ أي عذاب سيدي؟ شو بيطلع قدام يلي عم تعمله حضرتك؟ استغفر الله. ليك باخدهم بشرط، رح ادفع لك حقهم او ما باخدهم. كل واحد بياخد حقه، ونحن عم نعمل اللي علينا ومناخد معاش مقابله. الله يكتر من امثالك يا سيدي. الله يخليك، خود. شو هالحكي سيدي؟ والله عيب هيك. ايه هدول هدية مني. تمام اخي فهمت، بس قلت لك باخذهم شرط، هذا حقك. والله ما باخذهم. عم تخجلني سيدي. ها ما بيصير. يلا شرطنا نحن. قلت لك هي اول ما باخذهم اذا ما دفعت. قلت لك هدول هديه. والله ما بيصير يا سيدي. خلاص يلا مني. خلاص ابن عارف. كان قتلك لو ما قوصته يا سيدي. كنت هلأ ميت لو ما شفته. هنن ورا هالضربة. اسمع، بدي ثلاث رجال قوايا ويكونوا قبضايات. أمرك سيدي. إذا أعطيتك رسالة فيك توصلها لعبده بطريقك. شو هالحكي سيدي؟ اسمعوني انت وياه، مكان الخونه بدكن تدلوني عليه غصبا عنكن، والا انا ماني مسؤول عن النتائج. يعني راح تكون البدايه بالممرضه، بعدين بنتهي فيكن كلياتكن.
لك شو صاير عليكم؟ يوفقكم تركونا بحالنا. ما حدا بيعرف لك شو انت رجال الدرويش. اتركني الله يلعنك. شو صاير عليكم؟ الله يعيننا. يلا حلوا عنا. شو بدكم فينا؟ لك شو صاير عليكم؟ يوفقكم. ولك اسمعوا كلامهم. لك دلوا على الخوالي ما شايفين شو رح يساوي فينا. ما بنعرف مكانهم. تركونا بحالنا. ولك لكم يا جماعه السلمه رح اروح من هنا. مختار انت شو دخلك؟ اتركني الله يعينك. خلاص ولك بعد عني. بعد عنه. اتركني بقى. لك انا بدي اخلص عليك. خذ. مروان بعد عنه. مروان يا كلب. مروان وقف يا كلب. وقف شبك. بدي خليه يعرف حدوده. ايوه اسمعني لقلبك. شفتوا عنده يقصوا راسكم لسه اكثر. لا تحاول تهيج الشعب ضدنا وإلا ما رح يرحمونا. بيدعسونا برجليهم. هلا خليك عايل. يلا نشوف كل يلا. واحد على شغله. ما بدنا حدا واقف هون. شو عم تتفرجوا؟ يلا خلصونا بقى. واقفين يلا يا جماعه يلا. هلا كله.